السلام عليكم، معكم منتصر إلكترونيك في قناة اختراعات ويوميات المنتصر إن شاء الله. الرد على السؤال أو التعليق الذي تركه لي صديق على قناتي المنتصر إلكترونيك، وهو يتكلم عن موضوع وهو يعني ليس هو موضوع صحيح وكلامه كله صحيح، ولكن هناك فرق وسوف إن شاء الله أتطرق له. مثلا سألني عن كرت الثلاجة أو كرت أظن عن كرت الثلاجة، وقال لي انه يمكن فالمشاكل التي نقع فيها او يقع فيها التقنيين الذين يقومون باصلاح الثلاجات والغسالات الى اخره، ان الكارت انفرتر الخاصه بتشغيل المحرك او ضاغط الثلاجه تحترق ولا يجدونها او يجدونها بأثمنة خياليه ومرتفعه جدا، كما انه يجب تغييرها هي والضاغط، وفي الغالب لا يجدون هذه الكروت فيصبحون يجب ان يجتهدوا. فهناك من يقوم بتركيب ضاغط عادي كومبريسور المعروف، ويقومون بتركيب يعني بتركيبه مع المروحة التي تشتغل تلك الطريقة شغالة، يعني الفولتية التي تغذي المروحة ب 12 فولت أو شيء ما، يذهبون بها إلى رولي آخر يتغذى عليها. عندما تكون المروحة شغالة يشتغل هذا السويتش ويقوم بتمرير 220 فولت إلى الضاغط لكي يشتغل، وعندما تنطفئ هذه المروحة يطفأ هذا الضغط، وتكون العملية سهلة وبسيطة وشغالة 100%. ولكن المشكل الذي يقعون فيه وهو المروحة موصولة بطريقة يعني بطريقة ذكية أو منظمة مع المعالج، فعندما يقوم الزبون بفتح الثلاجة الباب الثلاجة لأخذ ماء أو حط أخذ شيء أو حط شيء آخر، فإن هذه المروحة تنطفئ لا تبقى تشتغل، وفي هذه الحالة الضغط ينطفئ. إذن الثلاجة ما دامت متروكة بدون فتح الباب فإنها تكون شغالة عملية جيدا، يعني عمليتها جيدة وطبيعية، ولكن إذا كانت هذه الثلاجة في مكان تفتح وتغلق كثيرا فإنها لا تقوم بالتبريد كما يجب. لماذا؟ لأن الثلاجات معروف عليهم إذا قمت بفتح الثلاجة يا إما ينخفض دوران المروحة أو تنطفئ. لماذا؟ لكي لا تقوم بإخراج تلك البرودة الموجودة فيها، فهذه عملية موجودة في الثلاجات الذكية الموجودة الثلاجات الجديدة كلها. إذا طريقة التوصيل بهذه الطريقة فإنها ناجحة وشغالة، يعني أن الكارت الانفرتر الخاصة بالضغط غير موجودة، ولكنها ليست عملية يعني جيدة ومضمونة وهي يعني الناجحة. فهناك طريقة أخرى هي التي قمت بشرحها عن طريق التعديل، يجب أخذ هذه الإشارة وردها إلى المعالج، فهناك فيديو قمت بنشره أنا مدة يعني عنده أكثر من شهر، تلك هي الطريقة نجح. وإن شاء الله عندما أرجع من العطلة إلى المحل سوف أقوم بالتطرق إلى جميع الكروت وطريقة التعديل عليهم ليتم تشغيل الضغط العادي في هذه الثلاجات. كما أنه هناك من يقول لي هذه الطريقة غير وغير وغير، يا أخي المشكلة الموجود عندنا أن القطع الغيار قطع التي يجب تعويض بها غالية الثمن لثمن مرتفع جدا، كما أنها غير في بعض الأحيان غير موجودة، وتكون هذه الثلاجة أو الغسالة الضمان قد انتهى، يعني يجب أن تقوم أنت بصرف هذه يعني هذه النقود أو شراء ثمن شراء هذه الكارت من جيبك. كما أن المشكل الثاني الموجود وهو فالجارانتي أو يعني تأمين أو ضمان هذه الثلاجة والغسالة مثلا يكون كما تلاحظون أن في غسالات سامسونج أو ثلاجات سامسونج تجد أنها بها 10 سنين، فعشر سنين يعني جيدة، 10 سنين يعني ضمان 10 سنين للضغط، يعني الكمبريسور ضمانته 10 سنين فهي جيدة ورائعة. ولكن المشكل الذي يقع في هذه الثلاجات أن الضاغط في الغالب لا يحترق، وإذا احترق فإنه يقوم بإحراق الانفرتر الخاص به، يعني الأجهزة التي تقوم بتشغيله يقوم بإحراقها. فالضمان الشركة الضمان الذي أعطتك هو ضمان فقط على الضاغط، فعندما يأتون لإصلاح لك هذه الثلاجة يقولون لك الضاغط احترق ولكن حتى الكارت احترق. ودائما دائما هذه دائما قاعدة، عندما يحترق الضاغط وبدون احتراق الضاغط دائما أو غالبا تحترق الكارت الانفرتر هي الأولى،
والضمان لا يضمن أركات لانفرسر، كما أنها غالية الثمن وثمنها مرتفع. إذن الطريقة الفنتيلاتور أو طريقة المروحة توصيلها مع الضغط بسويتش هي شغالة، ليس بها مشكل، ولكن ليست هي الطريقة الصحيحة. والسلام عليكم.